هديل هديل تعي 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 تعي، شو في هالشوفة؟ تعي لك الله يطعمني رواقك يا زلمة. تعي شوفي هالشوفة، يلا على السريع على السريع. شوفي أربعة ثلاثة تفضلي. شو ها؟ فن استعراضي جديد على السوشيال ميديا، هز الأجر بكل انسيابية وجمالية. بالمناسبة هذا الفيديو بيطالع 100 دولار. مين هذا التافح والسطحي اللي بده يدفع ليرة واحدة على هالمسخرة؟ عذرا منك أنسة هديل، أنا التافه اللي ضيعت سنين حياتي وبالأخير قاعد بلا شغل. هذا الفيديو بيطالع قد 3 رواتب موظفين، وهذا هزة أجر، لسه في عندك هز الكرش و و و بتحب يزيد؟ بشرفك حاج مسخرة. ليك أنت ليش ما بتفكر بشي جدي تعمله على السوشيال ميديا؟ يعني ما بعرف أي شي بتفهم فيه، بعدين هاي شغلتك ومنه بصير في عندك إيراد ثابت. لا أنا صار معي ذهول، حاتم وأخوكي وأفكاره ضمن هذا الانحدار الإلكتروني. لا 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 عم تمزحي. خلصنا بقى حاتم، عن جد عم بحكي. طيب أوكي أوكي خلص رح إجي معك. مبارح كنت عم فكر بهذا الموضوع، بما أنه كاميرتي شغالة فعم فكر أنزل صور حياة الناس بالشوارع. ما فهمت شو رح تستفيد؟ يا أختي هاي شغلتي وهذا اللي بعرف أعمله، أني وصل صوت هدول الناس وخليه مسموع. شوف حاتم، هاي التجربة إذا رح تزد لك أي شيء أو تضيف لك أي شيء على أي صعيد من الأصعدة، أنت بتعرف إنه أنا معك. بس أصحك تخوفني عليك؟ لوين أخذوا لأبو مريم؟ شو بعرفني؟ علمي علمك. أبو زياد، إذا مفكر إنه ما معي سلاح ما بقدر بقتل، بتكون كتير غلطانة. ليش عم تحكي معي هيك؟ ليش عم تحكي معي هيك؟ لعلمك، أنا بيغريني القتل بالإيدين أكثر من القتل بالسلاح. أيوه فهمت عليك. بدامك فهمت علي اوعى تلعب بديلك، أنا حذرتك. ها خلاص أنا بشوف شو الموضوع برد لك خبر إن شاء الله. إيه عادي عادي. سكر سكر بحكي معك.